نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الجمعة 2 شباط 2018. هل توا اتصال رئيس الجمهورية بالرئيس نبيه بري ملف الأحداث في الشارع والتوتر السياسي الكبير الذي سيطر على المشهد السياسي اللبناني منذ نهار الاثنين بسبب تسريبات الوزير جبران باسيل؟ هل فعلا هدأ الملف أو أن هناك نار كبيرة تحت الرماد؟ يعني الوزير جبران باسيل توجه إلى أبيجان لترأس مؤتمر الاغتراب والانتشار. هل هذا فعلا سيمر مرور الكرام؟ نهارك سعيد الصحافي علي الأمين. صباح الخير لكل المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. إذن السؤال الأساسي، هل الاتصال الذي قيل بأنه فعل سحر الساحر أو فعل الساحر بين رئيس الجمهورية وبين الرئيس نبيه بري هو فعلا أخمد هذا المشكل؟ يعني أي متابع، أنا كنت شايف أنه في بمرحلة معينة سيحصل شيء ما، سيحصل تدخل ما، وتحديدا حزب الله كان يتحرك بهذا المجال، وبرأيي ما كان رح يسمح تتطور الأمور إلى أكثر، إلى مرحلة ربما الناس كانت متخوفة منها، وكتار المستوى اللي وصلنا له على أنه ممكن تنفجر الأمور. بعتقد أنه من لسان يعني المسؤولين تحديدا يعني، واللي قاله الرئيس بري بلقائه مع الصحفيين أمس، أنه في صفحة طويت على الأقل فيما يتصل بالحدث المباشر اللي هو له علاقة بالتسريب وبردود الفعل والحركة الشارع، لكن الأزمة السياسية مستمرة. ما بعتقد أنه في يعني حل مثلا مسألة المراسيم على سبيل المثال، هل حلت؟ لا، ما انحلت المراسيم. الحكي عن ملفات ستفتح في مجلس الوزراء أو أمل سيكون لها موقف منها، مثل الموضوع كما قيل بوضوح مسألة الكهرباء يعني ما يتعلق بملف الكهرباء. بالتأكيد نحن مقبلين على مواجهة سياسية، ربما مسألة الشارع طويت لكن المواجهة السياسية مستمرة بين يعني التيار الوطني الحر وحركة أمل، بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وسيتم التعبير عنها بأشكال مختلفة خلال جلسات الحكومة المقبلة أو بما يتصل بمجلس النواب، وهذا كله قبل الانتخابات النيابية، على أمل أن الانتخابات النيابية ممكن تكون في نتائجها تفتح شيء آخر. لكن بكل الأحوال خلينا نقول يعني أنه نحن منهمكون بما يقوله أو ما حصل بين بين الوزير جبران باسيل والرئيس بري، بين تدخل رئيس الجمهورية وما إلى ذلك. لكن الأهم برأيي بهذا الموضوع اللي شعره كل لبناني بالمشهد اللي حصل، أنه في إهانة وجهت للشعب اللبناني، وفي استهانة لا كل هذا المشهد يعني. أنا ما في يشوف ما قاله جبران باسيل، اللي كمان في شيء من الخفة يعني كان في التعاطي بهذا الكلام بهذا الشكل، ورد الفعل اللي شفناه بالشارع يعني، هذا الخروج اللي كأنه يعني بيضحكوا على الناس، نحن ما قلنا علاقة عفوي. ما قلنا علاقة وعفوي. يا أخي الحركة العفوية بتصير، إنه أنا بفهم بشوف حركة شعبية، والله الناس بتنزل على الشوارع بيبين في حركة عفوية، بس نحن شفنا عصابات، شفنا مجموعات عم تتحرك بدون ما حدا يردعها. انه هذا سؤال حتى للجيش والاجهزه الامنيه اللي مفترض، طيب اذا هذه حركه امل عم بتقول انه ما قلنا علاقه فيهم، طيب لماذا القوى الامنيه والجيش لم يتدخل لردع هذه المجموعات؟ لماذا لم نسمع عن اعتقال فرد واحد من يعني الكل عم بيقول من المسؤولين، وهون الاهانه، انه نحن ما دخلنا، وانتم يا لبنانيين انتم هيك يعني، في حدا عم بيقول لك انه هذه الناس تحركت بشكل عفوي، هو من يعني الشعب اللبناني، الشعب اللبناني، ونحن المسؤولين ما لنا علاقه بالموضوع. نحن لا نلجا لهذه الاساليب، نحن يعني ايه، وانه نحن انتوا هيك، انتوا هيك، ونحن ما خصنا، نحن مش هيك، انتوا اللي هيك، انت ايه، نحن ما بنقبل بهالاساليب. فهذه يعني هذه اكثر شيء الواحد بحز يعني، اللي كان عم بيشوف انا ما كنت متخوف انه راح يصير حرب، ولا أي مراقب للوضع السياسي وللمعطيات الموجودة بالبلد بيعرف أنه الأمور ممسوكة وما بتروح لحرب.
بس كان في مطرح عم تتوجه رسائل، والرسائل يمكن سياسية بمكان ما، لكن الرسالة الأهم لللبنانيين الرسالة الاستهانة بكرامة الناس، الرسالة عم تقولون للناس نحن عم نسرقكم ونحن عم نخرب اقتصادكم وعم نخرب بلدكم وبدنا نخرب لكم حياتكم اليومية بالشارع وسنتصرف كما نشاء. وما حدا بيطلع، حتى الأجهزة القضاء اللي مفترض يعني بدأ نشيطا وبدأ يستدعي، وإذا واحد حكي كلمة عم بيجيبوه ويحققوا معه. كل هذا المشهد ما استفز قاضي معين أو مدعي عام بأنه يقول أنه الوجوه مكشوفة وغير ملتمة، طيب أنه ما يقول شيء. في أنا مطرح بقول إذا في قضاء بيحترم نفسه، في مدعي عام بيقوم بيستقيل هلأ، إذا ما قدر ينفذ مهماته اليوم بيستقيل. نحن بحاجة فعلا لي، هو ما استقال، هو استفزه مشهد هشام حداد مشهد، وحتى في يعني مشهد لا شك هلا هو يقوم وفي ناشطة نسيت اسمها هلا راح عن بالي اسمها، كمان امبارح بكل بساطة بكل هذا الجو تستدعى للتحقيق بسبب شيء كتبيته على في مكانة الشتائم، يعني اللي بتنم عن مستوى أخلاقي متدني. نعم. وفي هيك فلتان على بالكلام بطريقة مش مقبولة، لم يعني يوجه أي يعني استدعاء، أي تنبيه، أي شيء، لافتة ذكورية يعني فعلا مقيتة بدلالاتها مع الأسف. يعني هي يعني نحن بغض النظر مش الفكرة إذا عم تحكي عن بنت رئيس الجمهورية أو رئيس جمهورية أو لا، مجرد أنك تحكي هيك عن امرأة وهيدي النظرة الذكورية المقيتة تجاه امرأة، منشوف اثنين حاملين وعم يرفعوا ولا اليافطة وما في حدا. والأهم أنه ما أثارت يعني هذا الشيء وغيره من الكلام اللي قيل ومن الشعارات اللي رفعت، بستغرب أنه مطلع حدا إذا كانت هذه شيء عفوي وفي البيئة الشيعية. أنا بستهجن أنه ما بيطلع حتى المجلس الشيعي اللي طلع بيان حط ظهر العهد برئيس الجمهورية، أو هؤلاء الحراس الأخلاق اللي بنشوفهم بكتير من مواقع، من الحسينيات للمساجد للمواقع الثقافية والكذا، سواء في بيئة حزب الله أو بيئة حركة أمل، ما حدا بيطلع يستنكر هذا الأسلوب أو يدعو إلى أنه هذا لا يليق بكم يا أنصار، يا أنصار حركة أمل أو يا مناصري الرئيس، رئيس نبيه بري، حركة الأمل أو أنه هؤلاء تربى بهذه التصرفات، أنه ما حدا استفز بهذا الكلام. يعني استفزت، واللي مش مقبول اللي قاله جبران باسيل أكيد ما حدا بيقبله، يعني طريقة يعني هذه الخفة في التعاطي بالشأن العام والشأن السياسي، تكسير راس وما تكسير، ما حدا بيقبله. لكن اللي ما بيقبله واللي انتفضت عليه أنك ما قبلته، يجب أن يكون لك نفس رد الفعل اتجاه هذا السلوك الذي مورس على الشارع اللي أنت عم بتقول ما لك علاقة فيه، أيا كان داخل هذه البنية البيئة الشيعية أو اللي يعتبر نفسه مسؤولا عنها أو مسؤولا فيها، أنه مفترض كمان يطلع يقول كلام أو على الأقل يستشعر بأنه في شيء غلط، في شيء يجب أن يقال فيما يتصل بكل هالتعبيرات اللي حصلت، سواء في النزول إلى الشارع أو في هذه اليافطات اللي رفعت والطريقة التعاطي مع يعني مع هذا الأمر بالشكل اللي شفناه. هذا برأيي شيء مهين، كان يفترض على أحد ما أن يخرج ويقول أنه هذا أمر لا نقبله وهذا سنعاقب عليه ومن قال بهذا الأمر يجب أن يحاسب. لا، في تشجيع ضمني لهذه العصابات، لأنه في نمط أنا بتقديري مثل ما قلنا أنه الناس اللي خرجت، الناس اللي نزلت على الشارع، ما كان مبين أنه ناس طلعت عفويا، بمعنى أنه بتشوفي مثلا أنه أحيانا بتصير بكل البيئات الاجتماعية بتشوف الناس عفويا نزلت على الشارع على أمر ما احتجت، بتشوفي نسوان، بتشوفي رجال، بتشوفي، لكن عم نشوف موتوسيكلتات ويعني أشبه بمجموعات منظمة عم تتحرك بطريقة بدون أي اعتراض، بدون هذا أمر. طب عندي هذا سؤال، أمر يعني أمر هذا يعني بيأكد أنه كمان خلينا نقول منصفين في هذا الأمر، الناس
أنا رأيي الناس ما كانت متفاعلة مع هذا الأمر سلبا، بمعنى كانت قرفانة من اللي عم بتشوفه، حتى داخل البيئة الشيعية كانت قرفانة من اللي عم بتشوفه، وما كان هذا المظهر اللي طلع اللي نقال عفوي، لا الناس عارفة انه هاي المجموعات موجودة موجودة وموجودة وغب الطلب. طيب. يعني حضرتك عم بتقول انه اللي حصل منه عفوي وانه منظم من قبل حركة أمل. طب هون انا فعلا عندي سؤال قد يبدو انه هو بريء بس يعني فعلا بالنسبة للكثيرين هو غير مفهوم. حركة أمل امتعضت من وصفة بالبلطجية، فكانت ردة فعلها اللي هي منع عفوية بحسب وجهة نظرك قريبة من هذا التوصيف، فيها بلطج. قريبة من هذا التوصيف إذا حضرت يعني حسب لا لا حضرتك لا 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 مبين. طب أنا طب هون فعلا أنا يعني بسأل، هي حركة أمل تريد تكريس هذه الصورة عن نفسها يعني أو شو التفسير؟ يعني الامتعاض على هذه الكلمة أتى بأسلوب يؤكد هذا التوصيف، فليه برأيك حضرتك عليه يعني هذا واحد الشارع؟ إذا الواحد يعني هل هو بس ترهيب؟ يعني هل هي الفكرة بدنا نرهب ومش فرقانة معنا وبدنا نقول للناس أنه نحن هيك بس ممنوع تقولوا أنه أنتوا هيك، أو هي فعلا ردة فعل عفوية، أو هي ردة فعل مش عفوية منظمة بس انفعالية دون تخطيط؟ لا أنا برأيي كله مخطط ومنظم، وكان في إدارة يعني ميدانية عم تتحرك بتوجيهات وما كانت عم بتتم الأمور كما يقال بشكل عفوي، وأي شخص يعني شوي بيعرف الوضع بيعرف أنه هذه الأمور ما بتتم عفويا، ولذلك مقصودي لا أنا تقديري هي لها علاقة بالبعد السياسي، يعني في شيء عم بيقولوا على أثر يعني اللي قاله الوزير باسيل هو القش التي قسى من ظهر البعير، يعني نحن بنعرف أنه في تراكم يعني بالعلاقة السلبية بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، وكنا عم نشوف هذا الأمر بأكثر من ملف في المرحلة السابقة، إجت فجرت. رأيي أنه حركة أمل والرئيس بري ربما كانوا يستشعرون بخطر ما بحساباتهم السياسية، وأرادوا من هذه المناسبة أن يوجهوا رسالة، هذه الرسالة بتقديري كان مطلوب أنه ينقال أنه نحن ما حدا بيقدر يتجاوزنا، نحن بنقدر نعطل البلد، نحن بنقدر بنتحرك بالشارع وما نتحرك بالسياسي وبنوقف، وعم بيقول للتيار الوطني الحر انه عم بيوجه له رساله واضحه بانه ما في امكانيه لتجاوزنا ونحن موجودين، وعم بيقول بنفس الوقت لحزب الله كمان انا رايي كمان في رساله لحزب الله، عم بيقول له لحزب الله انه انت بدك تعيد الاعتبار، وانا رايي انه العلاقه بين امل وحزب الله هي الاساس، يعني هي النظام المصالح الاساسي، حزب الله أولويته الأساسية بعلاقته بحركة أمل وبالرئيس بري، ومتحالف مع التيار الوطني الحر الثابت، أمل المتحرك التيار الوطني الحر، يعني ليس الجوهر، وهي الأحداث اللي حصلت الوقائع أثبتت برأيي، وهو هو هو ربما أيضا حركة أمل عم توجه رسالة لحزب الله بأنه يجب أن تأخذ بعين الاعتبار يعني إعادة الترتيب، أو بمعنى إعادة الاعتبار أنه العلاقة معنا هي الأساس، وبالتالي هذا يجب أن يبنى يبنى عليه. حرجع إلى رسالة إلى حزب الله والعلاقة وردت فعل حزب الله، عم بربط هذا الشيء لأكد أقول أنه التحرك بالشارع كان جاي عم بيقول هالرسالة، وكان مطلوب أنه تظهير القدرة على التعطيل والتخريب بشكل أنه يفرض على الطرف الآخر أو يلزمه بما يعني بما يريد أو بما هو أو يوصل مضمون الرسالة بأنه نحن لا يمكن تجاوزنا، وأي محاولات لتجاوز يعني اللعب بالعلاقة مع حركة أمل أو رئيس مجلس النواب في إدارة الأمور سيعني ذلك، هذا اللي راح تشوفوه بالشارع. أوكي، بس السؤال وانطلاقا من رأيك الخاص بأنه هذا التحرك ليس عفوي بس ولكنه محرك من قبل حركة أمل، طيب وعم بتقول أنه الهدف هو يعني رسالة مباشرة للتيار الوطني الحر بأنه لن تستطيعوا تجاوزنا، ولحزب الله أنه يجب أن يعني
توضح اصطفافك أكثر إلى من. هل الرئيس نبيه بري عاجز أن يقوم بهذا بالسياسة، بأن يوصل هذه الرسائل بالسياسة؟ هل هو بحاجة إلى الشارع؟ يعني وهو المعروف عنه بحنكته وقد يوصف بأنه أذكى السياسيين اللبنانيين عبر العقود يعني. فبالتالي ليش الشارع؟ هي هالحنكة السياسية، بمعنى الحنكة السياسية هون اللي بنعترف كلنا للرئيس بري بأنه شخص استطاع، لأنه هو الثابت الوحيد اليوم إذا بتراقبي بكل المشهد السياسي منذ العام 84 حتى اليوم، هو الثابت الوحيد في السلطة، هو موجود بالوزارات من تلك الفترة. لا والنائب ولي جبلاط، حتى إذا بدك يعني أنا بحكي إذا بطلع بالحكومات، كل الحكومات اللي مرقت من 84 لليوم حركة أمل موجودة فيها. ولي جبلاط ربما بعهد الحكومة الأولى للرئيس إميل لحود ما كان موجود، يعني أنا بقول حتى في الشكل رغم أنه ممكن ينقال كمان ولي جبلاط ثابت في هذا، بس هو حتى يتفوق عليه لأنه ولا مرة كان خارج الحكومة. ولا مرة كان خارج الحكومة لا شك. والرئيس بري خاض مواجهات، يعني قدر خاض حرب المخيمات بال 84 وقدر انه يتجاوز هذه الحرب وينظر على الفلسطينيين ويفتح علاقة جيدة وممتازة رغم أذى هذه الحرب، وقدر خاض معركة مع حزب الله راح فيها آلاف الشيعة، وقدر يتجاوز هذه الحرب ويبني علاقة تحالفية مع حزب الله بهذا، وهي براعة سياسية بوقت ربما قوى تانية إذا الواحد بده يقارن العماد ميشلعون بكتير أو بقوى المسيحية عموما اللي خاضت معارك، حتى الآن المعارك مع الفلسطينيين تجعل كتير من القوى المسيحية تعتبر تنحط بمثابة يعني أنه هي ارتكبت خيانة عظمى ولم تخرج منها. أنا بدي أقول الحنكة السياسية هون بالرئيس بري هذا جانب، وهذا يمكن نقرر له كسياسي، لكن مش بالضرورة بنقبل باللي يقوم به ونوافق على يعني بين أن تعترفي ببراعته السياسية شيء وأن تؤمني أو أنه توافقي على سلوكه السياسي شيء آخر. بهالمعنى أنا بقول أنه الرئيس بري كمان على عشية الانتخابات النيابية عم بيقول كمان أنه يوجه رسالة أنه نحن أول شيء عم بيحرج بهذه الحركة بالشارع، هي فيها إحراج أكثر للأطراف المعنية اللي قلنا عنها، وعم بيقول للآخرين إنه هاي الانتخابات النيابية يعني أنا لما بشوف إنه في قدرة على ينزلوا ناس على الشارع ويتصرفوا كل هذا التصرف الشائن، والشائن حتى باعتراف حركة أمل، وما بتقدر أي قوة أمنية وما بيقدر لا جيش لبناني وما بيقدر حدا يوقفهم أو يقول إنه هؤلاء مطالبين، كأنه عم بيقول لي أو عم بيقول لكل اللبنانيين إنه هذا مشهد الانتخابات النيابية ممكن يكون هيك كمان. شو اللي بيمنع؟ يعني بمعنى أنه إذا اقتضى الأمر إنه بالانتخابات لسبب ما أن يحصل تصرف بهذا الشكل من أجل مواجهة مثلا حالة معينة قد تكون مضرة لإله أو لطرف، نحن مستعدين أن نقوم بأي شيء من أجل ما نريد، حتى في تجاوز يعني القانون وتجاوز القواعد يعني الطبيعية لأي بالعمل السياسي أو فبالتالي هم مستعدين يروحوا على أي شيء. وهي رسالة برأيي لكل الناس بنفس الوقت، إنه فينا نحن ننزل وفينا نعمل وفينا نساوي وفينا وهي ترهيب للعالم، ترهيب للناس، حتى برأيي بالانتخابات يعني المقبلة سواء في البيئة الشيعية أو خارج البيئة الشيعية كمان عم تتوجه رسالة إنه في حدا بينزل على الشارع وبيعمل مشكل وبيعمل اللي بده إياه وما حدا بيحاسبه. فتخيلي كيف يمكن أن يكون أي طرف آخر مواجه لحركة أمل بده يحط بحساباته إنه مش المعركة بينه وبينك تنافسية أو قانونية، لا أنا فيه أنزل وأعمل اللي بده إياه. ولذلك هذا اللي بيخلينا يعني نقول إنه كيف ممكن تجري انتخابات بظل سطوة السلاح،
يعني كيف انت بتحكي عن ديمقراطيه وعن تساوي عن تساوي؟ لم يستخدم السلاح. لا صار في اطلاق نار، في شيء اسوأ من السلاح. لم يستخدم السلاح يعني هون بالحدث، فكره انك عفوا لحديت هلا مش مع لحديت هلا المثبت انه من داخل سناتر ميلان شاروحي تم اطلاق النار، هيدا المثبت. ما بنعرف اذا من برا، بس السؤال هل بس هلا عم بتطلع موضوع نمط التشبيه. استاذ علي، استاذ علي خليني كفي سؤالي من فضلك. حضرتك كان بتقول انه كيف بدنا نعمل انتخابات بظل السلاح؟ اللي حصل ما في سلاح، اللي حصل مواطنين راحوا حرقوا دواليب وعلقوا يافطات وعملوا حمله على السوشيال ميديا، اللي اي مجموعه لبنانيه اليوم قادره انه تعمله وهي تكون مجرده من السلاح. فيعني هون مثل اللي حدا بده يتحجج بشيء ليرجع لسلاح حزب الله. لا مش بدي، في حاله ميليشياويه ولا لا؟ عفواً بس اسمح حرق الإطارات شفناه من قبل مناصرين للتيار الوطني الحر ومن قبل القوات اللبنانية سابقاً، وهذا مستنكر طبعاً. بس لا أنا بس إن منهم مدججين بالسلاح. بتعرفي اللي حصل وهذا اللي بيعيشوا يعني بكل فترة الوجود السوري كل فترة وجود السوري لم يحصل، ورغم كل يعني بتعرفي بقيت في مناطق معينة وما في شك أنه كان في يعني وضع خاصة بعد الحرب، وبعد ما شفنا مشهد مرة حدا فات اخترق فات على الحدث بهذا الشكل اللي شفناه، وما شفنا مشهد فات على ميرنا الشلوحي بهذا الشكل اللي شفناه، حتى بظل هذا يعني شوفي بظل شو الحرب شو؟ بظل الوجود السوري يعني رغم السطوة السورية وال انه بقيت هذه المناطق الى شيء من الخصوصيه رغم يعني رغم كل شيء من يعني الغلب السياسي ورغم سطوه، انه يفوتوا مجموعه تخترق بهذا الشكل تفوت على ما كان فيها تحركات يعني. لا لا انه لا كان في عفوا تتذكري بال2004 بس ما كان في لا مقر للقوات اللبنانيه يعني بهذا الشكل ولا للتيار الوطني. كان في كان في مراكز طبعا طبعا انه مثلا بس ما كان في شيء فعال مركز كبير بالمعنى هون مش بالضروره، انا عم بحكي عن المنطقه مش عم بحكي عن اذا ما فيها تحركات ليه بده مثلا تتذكري بال2004 البلطات اللي رفعت على البربير. طبعا رفعت على البربير ما فاتوا على مثلا سن الفيل أو على منطقة، يعني حتى كان في مراعاة حذر ما. عم بقلك أنه بمعنى أنه هذا الدخول إلى هذه المناطق أنا برأيي رسالة ورسالة ترهيبية. كانت تطوق جامعة اليسوعية بلا يتطوق لا من الجيش اللبناني طبعا. ما شفنا يعني جماعة ميليشياوية إذا بدك من طائفة أخرى تفوت على منطقة تانية على بهذا الشكل، ما شفنا هذا المشهد، ما شفناه حتى عم بقول بظل الوجود السوري بهالمعنى أنه كان فيه استفزازا وفيه تجاوز للخطوط الحمر وكان عم بيعطي مؤشر. أما القول أنه السلاح، هي شو السلاح؟ أنه فكرك يعني بالانتخابات في حدا بيحمل سلاح وبيوقف على باب الانتخابات أو بيقول للعالم عملوا هيك أو ما تعملوا هيك؟ أنا شو أنت السلاح يعني بالعقل موجود سطو يعني مش بالعقل سطوة، ما في سطوة. أنت أي طرف هلأ اثنين يكونوا واقفين مع بعض، أنت أنا معي سلاح وأنت ما معك سلاح، بطبيعة الحال أنت عم تطلع فيه عم بتقولي هذا معه سلاح، لو أنا هذا سلاح لا ظاهر ولا مبين ولا شيء، لكن انت عم تتعاملي معي مسبقا باي تصرف انه بتحطي احتمال انه ممكن يستخدم السلاح، ما عندك شعور بالتساوي بيني وبينك بهذا الموضوع، وهذا له تاثير. هلا بنضحك على بعضنا، السلاح ما له تاثير، وهذا ما عم بقلل، انا ما عم قلل من يعني هذا لا يعني انه لما بنقول السلاح يعني بنقول انه حركه امل او حزب الله ما عندهم شعبيه، لا عندهم شعبية وعندهم ناس وعندهم، لكن أنا عم بقول أي عملية ديمقراطية حتى رجل الأمن حتى القوى الأمنية وهي بنشوفها بنعرفها كلنا بمناطق عنده تهيب بالتعاطي. طيب إذا واحد كان بحزب الله أو حركة الأمل رجل الأمن بيتعاطى بشكل مختلف إذا كان واحد منه محزب، بمعنى أنه مجرد ما يشعر أنه هذا شخص موجود له يعني ظهر سياسي أو ظهر ميليشياوي بيختلف التعاطي الأمني يختلف معه تماما، وهي مسائل بسيطة بيعرفها كل من يعيش في هذا البلد وبيعيش تحديدا في المناطق الشيعية اللي فعلا في غلبة لهذه القوى
على الدولة وعلى لا بل أن هذه القوى الأمنية وحتى القضاء وحتى الأجهزة المختلفة للدولة اللبنانية في سطوة عليها كلها. وبالتالي هذا شيء طبيعي أنه نقول وليس هنا في إطار أنه عم نخترع شيء، والناس بتعرفوا أنه في تأثير للسلاح بمضمونه وبسطوته على بس على الحياة العامة وعلى طب بس انه هذا الشيء موجود له سنوات، منه بحاجه لمشهد منه بحاجه لمشهد ميرنا شلوحي يعني لي هذا مشهد موجود، ولكن اعاده تنشيط الذاكره لمن يعتبر انه قادر، لانه حزب الله برايي التيار الوطن الحر كان مراهن، يعني بمعنى انه كان بلحظه التوافق هو وحزب الله كان مفترض انه انا بعد انه تم الانتخاب الرئيس وانه التيار الوطني الحر بيسلف حزب الله بالمسائل الاستراتيجيه والقضايا اللي بده اياها بتتعلق بالسياسه الخارجيه، مقابل انه حزب الله بيعطيه بالداخل بان يتيح لرئيس الجمهوريه والدوله انه تاخذ. الامل كانت عم بتقول وصار بالشارع اليوم انه لا ما تفكروا يعني التغول الخارجي اللي عامله حزب الله في مقابله تغول ايضا داخلي حركه امل والرئيس باللي عم بيقولوا انه نحن لن نسمع، لا مش اتفاقكم اذا انتم اتفقتوا في ما يتصل بقضايا بمعنى ما انه الداخل فتح للرئيس ولجبران باسيل بانه يقوموا بما يعتبرونه انه هذا حقهم يقوموا فيه، لا نحن موجودين. وكانت هذه الرساله بالشارع، هي الرساله القويه مش رساله مجرد رسالة سياسية، لأنه بالسياسة كان عم ينقال أشياء كتير وعم ينحكى أشياء كتير، ربما هاي الرسالة كانت نوع من يعني إذا بدك الأقصى أو اللي هلأ يعني أنه نحن فينا نروح لهذا المستوى. هلأ بتقولي لي شو بيكون رد فعل الطرف الآخر كيف سيتعامل؟ أكيد الطرف الآخر سيدرس ما حصل وراح يشوف أنه كيف تعاطى حزب الله، كيف تعاطت القوى السياسية، كيف كلها بده يدرسها التيار الوطني الحر، وبناء عليها بده يقرر كيف بده يتعامل مع المرحلة المقبلة. خليني توقف مع هذا التقرير عن يعني كيف تم التهدئة من خلال اتصال رئيس الجمهورية بالرئيس نبيه بري، ويعني الغوص بالموضوع السياسي ودلالاته وانعكاساته. أتى الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية برئيس مجلس النواب بعد سلسلة اتصالات كثفت في الساعات الأخيرة لا سيما بعد حادثة الحدث ليلة الأربعاء. في المعلومات أن ما حصل في بعبدة ليل الخميس أتى استكمالا لبيان الرئيس الاثنين والذي كان يفترض أن يكون مفتاح حل الأزمة، لكن بعض ما صدر في بعض وسائل الإعلام عرقل الحل فتعثرت المبادرة، لكن الاتصالات لم تتوقف وما حصل على الأرض ضاعف حركة هذه الاتصالات. ويوم الخميس كان طويلا في بعبدة على مستوى هذه الاتصالات التي جرت إما مباشرة أو مداورة، ومن بين الناشطين على خطها النائب إبراهيم كنعان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وآخرين من حلفاء وغير الحلفاء، وطبعا لم يكن الرئيس الحريري غائبا عن هذه الحركة. وبالفعل توج كل ذلك بالمبادرة التي اتخذها الرئيس عون بالاتصال بالرئيس بري بحضور الرئيس الحريري، اتصال أكدت المعلومات أنه سادته مودة، وأن الرئيس عون قال للرئيس بري أن موضوع الجدار والبلوك 9 يتطلب أن نلتقي مباشرة ونطوي صفحة الذي حصل. وفي البيان الصادر عن بعبدة تم التأكيد أن المودة سادت الاتصال، وأن الرئيس أكد أن الظروف الراهنة والتحديات الماثلة أمامنا تتطلب منا طي صفحة ما جرى أخيرا والعمل يدا واحدة لمصلحة لبنان واللبنانيين. وعبر الرئيس بري عن تقديره لمبادرة الرئيس عون ولدقة الظروف الراهنة وخطورتها، وتم الاتفاق على عقد اجتماع الثلاثاء المقبل لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة التهديدات الإسرائيلية المتجددة والأوضاع العامة في البلاد. وبعد الاتصال والتداول في التطورات خرج رئيس الحكومة مطمئنا. إن شاء الله الأجواء بين فخامة الرئيس والرئيس بري حتكون إيجابية بإذن الله، فكلنا عم نعمل عشان يعني الأمور تهدأ، ونحن وأنا بعتبر أنه يعني كرامة الرئيس بري من كرامتي ومن كرامة الشعب اللبناني وكرامة فخامة الرئيس، وهذا الكلام يعني نابع عني وعن فخامة الرئيس، وإن شاء الله
يعني بتسمعه كمان من الرئاسي. إذن الرئيس بري في بعبدة الثلاثاء وفي حضور الرئيس الحريري سيبحث في جدول الأعمال الذي حدده الرئيس عون، وما بعد الاجتماع وما قد يتفق عليه الرؤساء الثلاثة قد يفهم المسار الذي ستتخذه العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية. إذا بدي علق سياسيا عن يعني انعكاسات هذا، ولكن قبل بدي انتقل إلى الزميل مارون النصيف اللي متواجد الآن في الحدث. طبعا الحدث اليوم فيها وقفة تضامنية. نهارك سعيد مارون. نهارك سعيد ديما لك لضيفك وللمشاهدين. نعم، إذن كيف تبدو الأجواء مارون؟ من هي الأحزاب ويعني من هم المشاركون في هذه في هذا الاعتصام حتى هذه اللحظة؟ ديما، في البداية أود أن أصحح، ليست وقفة تضامنية، هو لقاء هنا في بلدية الحدد يعقد بين الأحزاب، بين التيار الوطني الحر برعاية بلدية الحدد وحزب الله وحركة أمل، وهي ليست وقفة تضامنية. الوقفة كانت مقررة بالأمس وألغيت بعد سلسلة من الاتصالات. عند الساعة 11 سيبدأ هذا اللقاء داخل بلدية الحدد. هناك أربع كلمات، كلمة لرئيس بلدية الحدد جورج عون، كلمة للنائب علي عمار عضو كتلة الوفاء للمقاومة، كلمة للنائب علي بزع مارون مارون، وكلمة لعضو تكتل التغيير والإصلاح. نعم نعم. لا مارون، يعني بس بدي استوضح منك شغلة، هي كان على أساس في وقفة تضامنية امبارح صحيح، تم يعني المعلومات يقولوا تم تأجيلها لليوم، إن هي ألغيت كليا الوقفة التضامنية؟ إنه ما في ناس رح يكون، ألغيت الوقفة التضامنية واستبدلت بلقاء بين التيار الوطني الحر، حزب الله وحركة أمل برعاية بلدية الحدد داخل مقر البلدية. طب وفي أسباب لماذا ألغيت؟ طي صفحة الأحداث ديما، الأسباب السياسية يعني ما حصل بالأمس من اتصال بين الرئيس العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والاتصالات التي كانت دائرة بين القوى السياسية، بين التيار الوطني الحر، بين حزب الله وحركة أمل. يعني هناك قرار وهناك نية لدى هؤلاء الأفرقاء بطي صفحة الخلاف الذي حصل في بلدة الحدث وطي صفحة الشارع، خصوصا بعد البيان الذي صدر بالأمس عن قيادة حركة أمل بوقف كل التحركات الاحتجاجية في الشارع على الفيديو المسرب للوزير جبران باسيل. كل هذه الأجواء السياسية يعني نسفت الوقفة التضامنية، لم يعد هناك حاجة لوقفة تضامنية مع الحدد اليوم. يقول المعنيون والمنظمون هنا هو لقاء الأحبة في دار بلدية الحدد، لذلك استبدلت الوقفة بلقاء، وستكون هناك الكلمات الأربع للنائب ألان عون، للنائب علي عمار، للنائب علي بزي، ولرئيس بلدية الحدد جورج عون. اللافت في هذا اللقاء أنه لن يقتصر فقط على المسؤولين، على النواب في الكتل النيابية، هناك وفد من الضاحية الجنوبية، من رؤساء البلديات في منطقة الضاحية الجنوبية سيشارك في هذا اللقاء هنا في بلدية الحدد. ولمزيد من التفاصيل عن هذا اللقاء وأسبابه، معي إلى جانبي عضو المجلس البلدي في بلدية الحدد جورج حداد. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية أستاذ. يعني اليوم فينا نعتبر أنه هذا اللقاء سيطوي صفحة الشارع ما حصل بالحدد وبميرنا الشلوحي وبكل المناطق. نحن منقول أنه عشية الذكرى السنوية 12 لتفاهم مرمخايل اللي هو صار بين فخامة الرئيس العماد ميشيل عون وسيد المقاومة السيد حسن نصر الله، بلدية الحدد عم بكل فخر بكل اعتزاز عم تستقبل هذا اللقاء اليوم، لقاء أهل البيت الواحد والصف الواحد، أصحاب الإرادات الطيبة، لحتى نطوي هالصفحة يلي مرة تانية بثبت التفاهم أنه مش بس بضاين 12 سنة، بضاين 12 قرن. هذا التفاهم ثبت جسور التواصل بين اللبنانيين، بين الضاحية الجنوبية وأهل الضاحية الجنوبية وأهل جبل لبنان وكل لبنان، وهذا الشيء اللي راح يستمر ويكون مؤبد بإذن الله. يعني بنفهم منك انه الدور الاساسي بهذا اللقاء وبتبريد الاجواء المتوتره بين التيار وحركه امل كان لحزب الله، يلي عرفنا انه اجرى سلسله من الاتصالات خلال الساعات 48 الماضيه.
واضح جدا كيف كان حضور سيد المقاومة بالعمل اللي صار، تجاوب دولة الرئيس نبيه بري وأبوة العماد ميشيل عون كانت ظاهرة بهالثلاث أربع ساعات اللي كانوا بعد الظهر مبارح. شكراً لك. شكراً. عضو مجلس البلدي في بلدية الحدد. إذن ديما سنعود إليكم مباشرة عند الساعة 11 عند بدء هذا اللقاء، كما أسمته بلدية الحدد لقاء الأحبة داخل البيت الواحد في دار البلدية بين التيار الوطني الحر حزب الله وحركة أمل، يعني برعاية بلدية الحدد. ديما شكرا لك الزميل مارون نصيف، يعني طبعا ستكون لنا عودة معك مع الكلمات لممثلي الأحزاب. ما بعرف إذا عندك تعليق قبل ما أخذ فاصل. جيد لهذا الاجتماع واللي بيجمع ومفيد، لكن مفيد أيضا أنه كيف يمكن منع تكرار مثل هذا الأمر. يعني بمعنى لابد أيضا من أنه نقول للناس، وخاصة أنه هؤلاء كلهم موجودين في السلطة، يعني من خارج السلطة، أنه يقولوا للناس كيف يمكن عدم تكرار مثل هذا المشهد في حال حصل مرة أخرى هذا الأمر، كيف ممكن عدم تكراره. وهذا أنا برأيي بيتطلب على الأقل يعني القول بشكل واضح وصريح أنه في شيء الحد الأدنى، في ناس مثلا عملوا شيء معين أو ارتكبوا شيء، أنه في ملاحقة معينة، في محاسبة معينة، وزارة العدل يجب أن يعني تتحرك في هذا المجال، وإلا أنه تصير هالقصة وفقط أنه بيصير تبويس لها وبتنتهي الموضوع، أنه كلمة اعتذارنا من الشعب اللبناني. بس نحن كلبنانيين كمواطنين عاديين نشعر أنه كل لحظة إذا اختلفوا اثنين ممكن ينزلوا على الشارع ناس ويهددوا السلم الأهلي، وما حدا يحاسبهم وما حدا يقول لهم وين رحتوا وين جيتوا. على الأقل في كلمة يجب أن تقال في هذا الشأن، ماذا يجب أن نفعل بعد اللي حصل؟ هل فقط لقاء الحدث ينهي الموضوع أو اتصال الرئيسين وانتهى الأمر؟ على العموم يعني بدي أسألك بعد الفاصل، هل هذه الأزمة كشفت أنه يعني هذا التحالف الشيعي المسيحي في لبنان هو تغلغل في النفوس أم بقي فقط على مستوى المصالح السياسية، وأنه في نار تحت الرماد بنفوس الفريقين؟ بعد هذا الفاصل مشاهدينا ابقوا معنا. هالصور وهالشباب اللي سقطوا ما عاش لازم نزيدهم أكتر من هيك، مش كرمال زعيم وكرمال مسؤول نتقاتل مع بعضنا يسقط لنا شهداء. رسالتي للناس انها تهدى، انه هيدي الاعمال اللي بالشارع اللي عم بتصير نحن عشناه بالماضي وما بوصل لاي نتيجه، كله بوصل لطريق مسدوده. ابني انا عم بتصور انه يمكن يصير شهيد وراء هالاعمال هيدي كلياتها، شهيد مظلوم. اذا بدنا نستشهد لازم نستشهد كرمال بلد مش كرمال زعيم. انا خايف على ابني، خايف على خيي، خايف على بنتي، خايف على حالي، خايف على مستقبلي، نحن مستقبلنا راح يضيع بهذا البلد هيك اذا بهالطريقه هيك. عيب. اذا يعني هذا التقرير فعلا اللي بيمس بكل انسان عم بيشوفه اليوم، وخاصه نحن اللبنانيين، واللي هو اللي بيجعلنا انه شو لازم نجاوب على هالشي اللي عم بينقال، هي فكرة المساءلة.
ما لازم يمرق هالشي بدون مساءلة. ما حصل بهاليومين الماضيين بس هو مرق بلا مساءلة، ما على الأقل المجتمع، على الأقل الناس، نحن الفرد، إنه لازم يعتبر هذا الشيء ما لازم يمر وانتهى، لأنه السكوت عنه سيشجع على حصوله مرة تاني ومرة تالتي بشكل ربما أعنف وبشكل. فمساءلة المسؤولين عن هذا الذي حصل ومساءلة الدولة بالدرجة الأولى، برأيي هذا عنوان أساسي اليوم بكثير من الجمعيات المهتمة على الأقل في المستوى المجتمع المدني، يجب أن تتحرك بأشكال هي بتعرف كيف، عبر القضاء، عبر الإعلام، عبر، ولا شك أنه في نوع من الحراك بهذا الاتجاه، لكن تشديد على هذا الأمر، لأنه لما بنشوف هيك شيء معنيين أنه نحن نجاوب، والجواب ما ممكن يكون بالصمت، وبأنه ننبسط اليوم أنه خلص خلصت. طيب ما الذي يمنع من أن تعود مرة أخرى؟ بالضبط، ما الذي يمنع من أن تحصل مرة أخرى؟ هل الذي حصل كشف أنه التفاهم الشيعي المسيحي أو تفاهم مارم الخايل هو تفاهم سياسي على مستوى القيادات، وبأن الجمهور يتبع هذا الشيء لأنه يتبع قياداته، ولكن في النفوس ما من تفاهم حقيقي؟ أولا خلينا نقول التفاهم هو بين حزب الله والتيار الوطني الحر. نعم. لا شك كان هناك حلف سياسي من ضمنه الرئيس بري، يعني ما يمكن أن نسميه 8 آذار، اللي كان له وظيفة معينة، أخضر أصفر ليموني بدنا نسقط الحكومة، هذا هالوظيفة اللي إجت بسياق كمان الصراع الإيراني السعودي بلحظة معينة، ثم كان هدفه بمرحلة لاحقة هي إيصال الرئيس ميشيل عون إلى سدة الرئاسة. برأيي أنه مع وصول الرئيس ميشيل عون إلى سدة الرئاسة والتموضع السياسي الجديد اللي حصل، لأنه ما عاد في 8 و14 أذار، شهدنا تموضع سياسي مختلف، ودخول الرئيس الحريري إلى هذه التسوية السياسية خلق برأيي نوع من النظام المصالح مختلف وتحالفات جديدة، وسيفرض بالمرحلة المقبلة شكل مختلف من التحالفات. فيما يتصل باللي أشرت له العلاقة المسيحية الشيعية، واضح بلشنا بحديثنا، أنا برأيي النظام المصالح الأقوى هو العلاقة بين حركة أمل وحزب الله، هذه هي العلاقة الجوهرية الأساسية، وهذا اختبار. قبل ما فوت على هذه النقطة، يعني أنا لما أقول أنه في النفوس يبدو أنه ما فينا تفاهم، يعني ما قبل هذه الأزمة أيضا تبلورت أزمة قيمية موجودة بين الطرفين، والتي اندلعت بسبب فيلم The Post، عندما كان رأي حزب الله شيء وجمهوره الحليف شيء آخر تماما، لسيما عبر يعني قناة OTV. ف ابدا هو ما كان في، ما بيوحي انه هذا لم يكشف انه فعلا في تباين اجتماعي ثقافي بين الجماعتين. هو طبيعي، انا برايي انه هذا التنوع والاختلاف موجود، وما كان عند حدا عنده اوهام انه يعني رايحين التيار الوطني الحر يلبسوا عبايات مثلا صبايا التيار، او انه رح يعملوا شيعة، ولا الشيعة رح يعملوا، هو نوع من الحرب الخطابية. لكن وشفنا حرب على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، يعني صحيح، بس انا بدي اقول في فرق بين ان انا اقول انه انا مني متوقع انه مجتمع التيار الوطني الحر يتشيع اجتماعيا، وبين اني اقول انه هالمجتمعين افكارهم المتناقضه ادت الى توتر كبير اعلامي وعلى المستوى الشعبي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هلأ بما يتصل بهذا الموضوع، اللي أنا تقديري أنه هو خلق كمان نقاش يتجاوز يعني هذه الثنائية، بمعنى أنه حتى ربما داخل البيئة الشيعية ربما كان في مواقف أو آراء مختلفة فيما يتصل بذا بوست ومسألة حتى قضية الفيلم الدويري. في سجال، وسجال يعني أكثر ما هو أنه كان في تبني طائفي أو مذهبي لوجهة نظر معينة، أو وبتقديري أنه هذا السجال اللي شفناه بين التيار أو مناصري التيار ومناصرين من حزب الله بهذا الموضوع،
تقديري هو ربما يعني إشارتك بتقول أنه قد يعكس بمكان ما نوع من إظهار إذا بدك الواحد صار وضعيته استقلاليته السياسية دون أن يعني ذلك أنه وصل الأمر إلى تصادم بالمعنى القيمي أو الثقافي أو ما بعتقد وصلت. لأنه كمان فيك تقولي أنه خطاب الوزير جبران باسيل لربما يمكن حركة عمل ما فيها تقوله اللي بالجامعة العربية يعني بمكان معين كمان كان في على المستوى السياسي إيه كان في مش على هذا على المستوى السياسي مش على المستوى لأنه الشعبي الاجتماعي والقيمي. إشارتك هو لأنه كمان السجال هون كان أوحى وكأنه اللي مع الفيلم مع إسرائيل واللي ضد الفيلم ضد إسرائيل. ما هو النقاش انتقل على الشارع انه اوحد الشارع يعني النقاش وكانه هذه صارت المعيار وهذا طبيعه الحال يعني في اختزال للموضوع وفي تسخيف للموضوع اذا تناقش بهذه الطريقه. لكن النقاش اخذ هذا البعد السياسي بالموضوع يعني اكثر ما هو بعد ثقافي او قيمي بالمعنى العميق لكلمة الثقافي مش بالمعنى الإيحاءات السياسية اللي ممكن من خلال هذا الموقف أو ذاك الموقف. تقديري أنه هذا كان بعده ضمن الحدود اللي بتصير واللي كانت دائرة النقاش أوسع ومفتوحة ربما حتى داخل تيارات معينة ممكن تلاقي في وجهتين نظر في التعاطي مع هذا الموضوع. يعني هذا الموضوع منه اختبار لأنه تقديري أنه التيار الوطني الحر وحزب الله لحد الآن فينا نقول في علاقة تحالفية وحاجة الاثنين إلى بعض ما زالت مستمرة. لكن التغيير اللي حصل إن احنا انتقلنا إذا بدك من علاقة يعني كان إلى شكل معين قبل وصول العماد ميشيل عون فرضت المرحلة الجديدة أشكال مختلفة شكل مختلف لإلها وبالتالي ما شايف أنه في توقع لأنه هذه العلاقة تشهد أي اهتزاز بالمعنى العميق. ممكن تتوضح أكثر بأنه التيار الوطني الحر بدأ يعني وهذا شفناه بالتعبيرات اللي السياسية اللي كانت عم تأكد على هذه العلاقة والإصرار عليها. لكن ممكن نشهد في المرحلة المقبلة أنه إعادة تنظيم هذه العلاقة بما يعني يعطي انطباع أساسي بأنه العلاقة الأساسية لحزب الله والتحالف الأساسي هو قائم مع حركة أمل. وحركة أمل لا يمكن أن تكون في نهاية الأمر خارج يعني نظرة التيار الوطني الحر إلى الطرف الشيعي. يعني ما عاد في التيار الوطني الحر ينظر إلى علاقته بحزب الله بمعزل عن هذه العلاقة مع حركة أمل، أصبحت جزء أساسي بهذا الموضوع. ربما البعض يعتبر أنه هذه مرحلة عشية الانتخابات هي ستفرض هذا النمط من التفكير، لكن أنا بتقديري حتى بعد الانتخابات النيابية ستكون هي الثابت الأساسي فيه. هلأ البعض بيعتقد أنه ربما أنه ضغط الانتخابات هو بيخلق يعني هذه التوتر وبيخلق يعني بيحشر البعض في الزاوية وأنه بعد الانتخابات ممكن تنفتح الملفات على أكثر. أنا بتقديري أنه هذا أمر صعب لأنه اللي بيتخيل أنه هالبنية السلطة الراسخة الشيعية منذ العام 92 حتى اليوم أنه هالبنية بيقدر يخترقها أو بيقدر يعمل نوع من شرخ ما أو صدع الثنائية بين الثنائية بدأ يكون متوهم لأنه في نظام مصالح عميق ليس من السهل تجاوزه بس فيه. شفناها مع انتخاب الرئيس ميشيل عون، شفناها بوضوح مع كل الاعتراض الواضح في حق اللي خرج عن أنه يكون اعتراض ضمني في حق الاعتراض الاعتراض الذي لا يخل بوصول العماد ميشيل عون. يعني بمعنى كيف يعني ما في يعني بمعنى أنه الرئيس بري معطل المجلس معطل الجلسة إيه لا لأنه أوكي لا لأنه أعتقد أنه حنكته يعني خلته يعرف أنه إيه يعني قصدي هكذا خطوة لن تمر مع موافقة حزب الله بانتخاب ويسمح بمعنى أنه الرئيس بري خلينا نكون واعيين بمعنى في العلاقة بين حزب الله وأمل. الرئيس بري كان منضبطا انضباطا كاملا في الخيارات الاستراتيجية اللي حددها حزب الله، ما أخل في هذا الجانب. ربما الخلاف كان على ما هو دون السقف الاستراتيجي فيما يتصل بالحصص وبال
توظيفات وبعض القضايا اللي هي مسموح الخلاف فيها وما بتشكل خطر على القضايا الكبرى إذا صح التعبير والقضايا الاستراتيجية في العلاقة. انتخاب العماد ميشيل عون بمعنى عدم انتخاب العماد ميشيل عون من قبل مثلا ربما من نواب حركة أمل أو تكتل التحرير، هذا عدم الانتخاب ما كان عم بخل بعملية الانتخاب بوصول العماد ميشيل عون. لو افترضنا أن عدم انتخاب بري مثلا سيؤدي إلى عدم انتخاب العماد ميشيل عون، لكن انت شفت الأمر مختلف تماما. يعني هون عدم الانتخاب هو نوع من التعبير لما راح يؤدي لنتيجة فيما يتصل بحصول الانتخاب وانتخاب العماد ميشيل عون. اعتبرت يعني لا شك هذا الرئيس نبيل بري هذه، لكن 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 هذه يعني لأول مرة ينتخب كان رئيس هالقد معارض له الرئيس نبيل بري. هذا طبيعي، هذا موقف بنفهمه، لكن انا بعني اللي عم بقول انه هذا الموقف لا يمنع ولا يحول دون ولم يحل دون انتخاب الرئيس، وكان معروف قبل الانتخاب انه هذا الامر لن يحول. طيب. انا عم بقول لو كان سيحول كنت شفتي موقف حركه امل مختلف. اوكي. سؤال هو مع انتخاب العماد ميشيل عون في بعض القراءات اللي قالت انه ميلت حزب الله مالت اكثر للشراكه مع ميشيل عون لانه هو فعلا بحاجه الى الغطاء المسيحي اللي هو كتير مهم بالنسبه له، بينما يعني هناك من قلل من اهميه في هذه المرحله الاهميه القصوى للثنائيه. اليوم البيان اللي اصدره حزب الله قطع الشك باليقين بأنه ما في شيء لا صوت يعلو فوق صوت التحالف مع حركة عمل. بالتأكيد، وفي شيء خلينا ننتبه له قبل هو ما يتصل بأنه حزب الله خلال المرحلة ومع التسوية السياسية اللي حصلت وقبل التسوية فرض وقائع جديدة على مستوى. خليني بس شير إلى أنه هلأ باجتماع الأحبة بالحدث نرى النائب علي بزيل، النائب علي عمار، النائب حكمة ديب، النائب مارفزة علي بزيل شايفين. إيه طبعاً قلنا علي بزيل. إذن تبدأ في هذه الأثناء فعاليات الاجتماع الأحبة بالحدث. عفوا قطعتك، تفضل. كنا عم نحكي عن أنه هذا البيان هل قطع الشك باليقين بيان حزب الله بأنه الأولوية المطلقة والقصوى هي تحالف حركة أمل. بطبيعة الحال بالتأكيد مثل ما قلنا هي الثابت الأساسي. حزب الله خلال الفترة السنوات أو القليل الماضية ومع التسوية السياسية التي حصلت أخيرا فرض صار في عنده واقع، يعني حزب الله ما عاد كتير يهمه إذا بدك قديش بكون عنده نواب 2 أو 15 أو 20. بالمعنى في وقائع على الأرض ومعطيات إقليمية فرضت برأيي تعاطي مع حزب الله بشكل مختلف عما كان عليه بالسابق. يعني بمعنى حزب الله ما عاد يعني كتير أنه الغطاء تغطية سلاحه لأنه النقاش تجاوز والتسوية السياسية تجاوزت هذا الموضوع. موضوع السلاح إذا بتلاحظي ما عاد محل سجال داخلي. طيب. الحاجة للغطاء المسيحي ما بدي أقول منا مهمة، لكن ليست في الأهمية التي كانت عليه في فترات سابقة. التموضع السياسي اللي حصل اليوم داخل 14 أدار و8 أدار الجديد اللي حصل صار أيضا فتح خيارات قدام حزب الله، خيارات أخرى أوسع من الدائرة المسيحية. وهذا أنا ما عم بقول أنه هذا يعني أن هناك نوع من الخروج على هذا التحالف، لا، هذا التحالف قائم، لكن دائرة الخيارات اتسعت قدام حزب الله فيما يتصل بالعلاقة مع الأطراف الأخرى. اليوم حتى الرئيس سعد الحريري، يعني هل مواقف الرئيس سعد الحريري بالمعنى اللي بيعني حزب الله بالمعنى استراتيجي هل يعني تشكل لا أكيد لا مدنا. فبالتالي الانقسام اللي كان موجود بالسابق ما عاد موجود اليوم، ما عاد موجود. والحاجة التي كانت لهذا الغطاء في فترة سابقة لم تعد بنفس الأهمية اليوم. هذا خلينا نشوفه بالوقائع للميداني. ما بقول أنه مثل ما قلنا يعني هذه العلاقة ستبقى مستمرة. حاجة يمكن التيار الوطني الحر لإلها واضح أنه متمسك، وخاصة في لحظة المواجهة مع الرئيس بري
يعني راح يكون اكثر طيع في التعاطي مع حزب الله، بمعنى انه مضطر ما يعمل هالمواجهه الشامله مع البيئه الشيعيه، بده يحاول يضل محدد اذا في نزاع ما او ربط نزاع بيبقى مع الرئيس بري، لكن لا يكون بطبيعه الحال مع البيئه الشيعيه بشكل كامل او القوى الشيعيه المختلفه. ولذلك العلاقه مع حزب الله برايي ستستمر. لا ارى انه هناك اهتزاز وتغيير ممكن يحصل، لكن ممكن نشهد واللي عم نشوفه اليوم يعني الثنائيه السنيه، اذا ما بدي اسميها ثنائيه بس انه في علاقة مستجدة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. نعم. وهذا واضح أنها تطورت في المرحلة الماضية. نشاهد سويا إذن بدأ اجتماع الأخوة بالحدث، الوجوه مبتسمة. إذن الأجواء شكلها سعيدة وفرحة. بانتظار إذن كلمات الجميع، النائب علي بزي ممثلا حركة أمل إلى جانب النائب ألاعون ممثلا طبعا التيار الوطني الحر والنائب حكمة ديب. إذن نحن بانتظار أن يبدأ هذا الاجتماع. حزب الله هو الذي نزع فتيل التفجير برأيك بهذه الأزمة؟ يعني ما لا شك أنه حزب الله له دور أساسي، لكن يعني هذا لا يقلل كمان من أهمية الآخرين، يعني بمعنى ما واضح أنه كمان كان ربما اللواء عباس إبراهيم. نعم. الرئيس سعد الحريري. نعم. يعني آخرين لعبوا دور بالأساس، لكن بالتأكيد أنه حزب الله يعني كان له دورا أساسيا. نعم. في اليوم جريت الأخبار معنونة أنه نجحت هيئة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وحكمته في إنتاج إخراج مشرف من أزمة تزريبات باسيل بعدما كاد انفلات الشارع يهدد بإعادة أجواء الحرب الأهلية. اتصال من رئيس الجمهورية برئيس المجلس النيابي كان كافيا لوقف الحملات الإعلامية المتبادلة. يعني هي تنسب بأنه التدخل الكبير والأساسي كان لحزب الله في هذا الإطار. ممكن يعني ما عندي معلومات تفصيلية كيف جرت يعني الاتصالات، بس أي مراقب بيتوقع أنه من برا أنه حزب الله أكيد لعب دور، لأنه ربما كان هو يعتقد أنه هذه، وهي طبيعي أنه أضرار هذا الخلاف ستنعكس عليه بطبيعة الحال، يعني ما ممكن يكون هو خارج دائرة المتضررين في يعني في تطور مثل هذا الشارع. وبالتالي حركته كانت واضحة أنه يعني يهدي الأمور، لكن مع يعني بتأكيد مثل ما قلنا ثابت أساسي، لأنه كان واضح حزب الله من أول يوم حكي فيه، وكان التأكيد على أنه يعني يميل إلى الرئيس نبيه بري، بمعنى أنه اعتبر أنه في إهانة للرئيس بري، اعتبر أنه فكان دائما مضطر أي موقف يطلع خلال هالأحداث يأكد على الجانب العلاقة التحالفية مع أمل. اليوم هذه العلاقة التي تحسنت هي علاقة ما بعرف إذا صرنا على الهواء أو لا، مع أهلا وسهلا بالجميع، البيت بيتكم والبلدية بلديتكم. بدي أتأهل بنواب تيار الوطن الحر اللي بشوف فيهم طيف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. بي الكل وحامي الوحدة الوطنية. أهلا وسهلا بنائب حركة أمل السيد علي بزي اللي بشوف فيه طيف دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، صاحب القلب الكبير والمؤتمن على العيش المشترك وإرث الإمام موسى الصدر. أهلا وسهلا بنائب حزب الله الحج علي عمار اللي بشوف فيه طيف وهامد سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، الرجل الصادق بإيمانه وفعله ومحبته. بلدية الحدد فخورة جداً
باستضافة أهل البيت الواحد والصف الواحد، أهل القلوب الكبيرة والإرادات الطيبة. غيمة صيف ومرقت، لبنان مرة جديدة بيتجاوز الفتن اللي قطعناه لراسة مبارح وقطعناه لراسة خلال الأسبوع، ورح نضل نقطع لراسة وين ما بدها تبين بحي الله منطقة بلبنان. لبنان مش بس بلد العيش المشترك، لبنان بلد العيش الواحد. عن جديد برحب فيكم كلكم، أهلا وسهلا بالجميع. أنا ما رح طول عليكم لأنه في كلمات هلأ من وراي للحج علي وبعدين للأستاذ ألان ومسك الختام للأستاذ علي بزي. أهلا وسهلا أستاذ علي. عزيز بسم الله الرحمن الرحيم. الآباء الأجلاء المحترمين، سعادة النواب، حضرات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، الفعاليات الاجتماعية، صباح الخير والسلام عليكم، والسلام دوما إلى لبنان وإلى بني الإنسان جميعا. لا يسعني في هذا المحضر المبارك في هذه الدار البلدية الجامعة بحضرة رئيس البلدية الجامع الوطني الكبير الذي نكن له كل احترام وتقدير الأستاذ جورج عون، إلا أن أستحضر أمامكم ومن خلالكم أيضا قامات وطنية وإنسانية وأخلاقية وسياسية كبرى على تنوعها في لبنان، لما تمثله على مستوى التنوع في الوحدة وعلى مستوى التعدد في الوحدة. هذه القامات عنيت بها وكأني بها شاخصة إلينا هذا اليوم وهذه الصبيحة المباركة. القامة الأولى قامت فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الشخصية التي ملؤها الأبوة والمحبة والوطنية والتسامي والترفع فوق كل الاعتبارات، لما تمثله من تاريخ في الصمود والنضال من أجل الحفاظ على وحدة لبنان وعلى سيادة لبنان وعلى كرامة لبنان. والقامة الأخرى التي أيضا أنظر إليها وأعتقد أنها تنظر إلي الآن، وهي قامة دولة الرئيس الأخ الأكبر كما عبر سماحة الأمين العام في احتفال النصر، دولة الرئيس نبيه بري. هذه الشخصية وهذه القامة وهذه الهامة العليا التي تمثل أيضا قيمة إنسانية ووطنية كبرى، حريصة أشد الحرص ومؤتمنة أشد الائتمان باعتبارها حاملة لأمانة الإمام موسى الصدر، إمام الوحدة الوطنية وإمام العيش المشترك وإمام المقاومة. والقامة الثالثة التي أستحضرها في هذا اليوم أيضا هي قامة
سماحة سيدي المفدى سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، هذه الشخصية أيضا التي تستخلص في داخلها وبين ثناياها وبين طياتها روح وسلوك سيدنا المسيح عيسى بن مريم وبتولية وطهر البتول مريم، وأيضا تستحضر في داخلها رحمة العالمين وهو نبي الرحمة ونبي السلام النبي محمد صلى الله عليه وعلى سيدنا عيسى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. من خلال هذه القامات نحن حريصون أشد الحرص على تحصين وتمتين الوحدة الداخلية والوحدة الوطنية، ولا أقول العيش المشترك، إنما أقول المصير المشترك. كلكم لآدم وآدم من تراب، كلنا إنسان على تنوعنا وعلى تعدديتنا. وأغتنم هذه الفرصة أيضا لأشيد بوعي الجميع الذين أسقطوا بوعيهم وبنضجهم وبإرادتهم وبعزيمتهم ما يريده العدو لهذا البلد العزيز السيد الحر المستقل، عنيت به العدو الإسرائيلي. وأنتم تعلمون أن هذا العدو لا يعفي نفسه من فرصة واقتناص فرصة للتسلل للمساس بوحدتنا الوطنية وبمصيرنا المشترك الواحد الأوحد. وها هو اليوم عبر وزير أمنه المشؤوم يهددنا باستمرار عدوانه المستمر من خلال تطلعه بأطماعه العدوانية التاريخية إلينا سيادتنا الوطنية عبر البلوكات التي كان للتيار الوطني الحر بشخص العماد ميشيل عون فخامة الرئيس، ولدولة الرئيس نبيه بري دورا كبيرا في كسب معركة النفط التي نطمح بأن تكون ثروة لبنان المستقبل لخلوصه وتخليصه من أطماع العدو من ناحية، ولتخليص المواطنين من الأزمات الاقتصادية من ناحية أخرى. لن أطيل أكثر من ذلك، في ظل هذه الأطياف التي تحدث عنها الأخ الكريم الأستاذ جورج عون، أطياف القامات والهامات الكبرى، أيضا لا أقلل من قامات أخرى في الوطن التي أيضا هي بنفس المقام. ولذا أيها السادة الكرام، نحن هنا لنقول سحقا لكل مريدي الفتنة وسحقا لكل مريدي التسلل إلى داخل أبناء الصف الواحد والبيت الواحد والعيش الواحد والمصير الواحد، وأقول لهم عشية الإنجاز الإنساني والتاريخي والوطني الكبير، عشية ورقة التفاهم، لأن هناك بعض الأصوات حاولت
من خلال غيمة الصيف هذه أن ينالوا من ورقة التفاهم. أقول لهم بعدا لكم، ورقة التفاهم باقية 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 ما دامت الدماء تسري في عروقنا، ولذا لن نسمح لأحد بالمساس بالوحدة الوطنية. وهنا إن كنت أستلهم فأستلهم الإمام موسى الصدر في عبته عباءته وجبته وعمامته حينما كان يجول من كنيسة إلى كنيسة ومن منطقة إلى منطقة تأكيدا وحرصا على إسقاط كل مشاريع الفتنة. شكرا لكم جميعا، وشكرا للأستاذ جورج عون، وشكرا لسعادة النواب، وأخص بالشكر رؤساء الاتحادات ورؤساء البلديات والفعاليات والآباء الذين يشاركوننا في هذه الوقفة الإنسانية الوطنية الصلبة، لأنهم كما نعهدهم على مستوى ساحل المتن وعلى مستوى كل لبنان ما كانوا ليكونوا رؤساء بلديات لولا ذلك الرصيد الوطني والإنساني المترفع عن الطائفية والفئوية. وبالمناسبة أقول لكل الطائفيين إلى أي جهة انتموا، خسئت الطائفية وخسئت المذهبية، طائفتنا الوحيدة هي لبنان الواحد الموحد بوحدة أرضه وشعبه وبنيه. وختاما أقول إلى اللقاء من جديد، إلى اللقاء من جديد لمواجهة العدو الخارجي وبعض الداخل للأسف الشديد الذي لا يتغذى ولا يعيش إلا على الفتنة. وأيضا لنلتفت من جديد إلى ما يستهدف المواطنين في حياتهم الاجتماعية والخدمية. علينا بتحصين وضعنا الاقتصادي، علينا بتوفير كل مستلزمات الحياة الكريمة من كهرباء ومياه وغير ذلك في مرحلة أصبح المواطن أمس ما يحتاج إليه إلى توفر هذا الخدمات. شكرا لكم، وأستميحكم عذرا إن أطلت، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير. لقاءنا اليوم من قلب الحدث حيث الحدث هو رسالة معاكسة وأقوى لكل ما حصل في الأيام الماضية، مش بس بالحدث بل بكل الأراضي اللبنانية. هي رسالة بالأول إلى جماهيرنا يلي عن قصد أو عن غير قصد، يلي عن وعي أو عن غير وعي زادوا الانقسام والانشقاق وأقاموا وارتكبوا أي إساءات بحق بعض. وجودنا اليوم كلنا سوا هون هو رسالة معاكسة للتأكيد أنه نحن على المستوى من المسؤولية وتحت رعاية رؤسائنا وأول فخامة رئيس جمهورية ودولة الرئيس نبيه بري، وطبعا سماحة السيد حسن نصر الله ودولة الرئيس رفيق سعد الحريري، كلنا مصرين على أنه أي إشكال سياسي بالبلد لن نسمح بأن يتحول من جديد إشكال بين اللبنانيين. إشكالاتنا السياسية يجب أن تبقى تحت هيدا السقف، وصرختنا من كم يوم هي تحديداً
حتى نحذر حالنا بالأول وزملائنا بعدين أنه نحن مؤتمنين على الحفاظ على شبكة الأمان الوطنية يلي نحن كلنا مؤتمنين عليها ويلي تفاهماتنا فقط هي بتحصنها. لسبب اليوم هيدا اللقاء هو تحديدا لكي نمحو أثار ما حصل على كل الأراضي اللبنانية وتحديدا بالحدب. وهي ثانيا رسالة إلى زملائنا بحركة أمل وإلى دولة الرئيس نبيه بري لنقول له أنه نحن كرامتهم وكرامتنا وكرامة دولة الرئيس نبيه بري وكرامة زملائنا وكرامتنا كلنا من كرامة بعض. ونحن اليوم أي إشكاليات بتصير بيناتنا لن نسمح بأن تؤدي إلى شرخ على المستوى الوطني وسنبقى شركاء في هذا البلد كل واحد من الموقع اللي هو موجود فيه وكل واحد بالمسؤولية اللي عنده إياها حتى نكمل سوا المسيرة في هذا البلد. ثالث رسالة هي إلى زملائنا في حزب الله أنه نحن وياهم مؤتمنين على هذا التفاهم يلي حصل في مرم خايل في الشياح منذ 12 سنة ونحن على أبواب الذكرى 12 لهذا الاتفاق ولنقول أنه لألهم وإلى كل القوى السياسية أنه هذا التفاهم اليوم مستمر لأنه هذا التفاهم هدفه الأول هو تحديداً الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي اللبناني وهذا تحديداً ما حصل ومفاعيله اليوم هي تحديداً من مفاعيل هذا التفاهم اللي اليوم عم بيقدر يحافظ بكل المحطات على السلم الأهلي وعلى الوحدة الوطنية. هيدا اليوم الرسائل اللي حابين نوجهها إلى كل اللبنانيين أنه نحن بدنا نتعود ممكن بأي لحظة نرجع نفوت بتباينات سياسية ممكن بأي لحظة نقع بزلات ممكن نقطع باستحقاقات صعبة ممكن نقطع بغيوم إنما هيدي الغيوم لن نقبل أن تتحول إلى عواصف لأنه كل اللبنانيين وكل جماهيرنا من دون استثناء لا تريد العودة إلى الوراء على المستوى الوطني. كل الشعب اللبناني يريد أن تبقى الوحدة الوطنية قائمة لا أحد من الشعب اللبناني يريد العودة إلى الوراء وبعتقد أنه أي تجاوزات بتحصل من أي جهة اللي أتت وأكيد هي إجمالا من ناس متفلتة ومن دون رقاب ومش حدا مسيطر عليها إنما هذه التجاوزات لن تسمح أن تؤدي إلى أي شر في مبينتنا. هذه الرسالة الأساسية اللي عم نحاول نوجهها من هذا اللقاء وهذا اللي بدنا إن شاء الله نقل راد أن نعود إلى المسار الصحيح أي المسار المؤسسات إلى المسار السياسي ونطوي كلنا سوا صفحة هالأزمة يلي كانت استحقاق يمكن جرس إنذار لأنك سوا كلنا حتى نتعلم ونأخذ العبر منه وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآباء الأجلاء أصحاب السعادة الزملاء النواب رؤساء البلديات وأخص بالشكر رئيس بلدية الحدث والمجلس البلدي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لست قادما من منطقة إسلامية إلى منطقة مسيحية أنا آت من فكري وعباءتي وعمامتي الإمام القائد السيد موسى الصدر وحامل أمانته وأمانة اللبنانيين دولة الرئيس الأخ نبيه بري لنشترك في إيماننا بالله الواحد مهما تعددت التعبيرات عن الله ونشترك في الدين الواحد ولو تعددت الديانات نحن بما نمثل في حركة أمل وردا على كل الإساءات التي حصلت في الأيام الماضية
يجب أن يعلم الجميع أن السيد المسيح يحتل في حركتنا وفي فكرنا وفي ثقافتنا وفي هويتنا موقعا مميزا ومتقدما ومتميزا، فهو الثائر على الظلم وعلى الفساد، وهو كما الإمام الحسين شهيد الإنسانية وفاديها. إن تعاليم الدين تمنع بوضوح تام كل ما يمس كرامة الإنسان، ويحرم بالتالي التعرض لهذا الإنسان، ولذلك نحن حريصون كل الحرص مع إصرارنا على التشبث بالتعايش بين اللبنانيين وعلى تدعيم أواصر وحدتنا الوطنية الداخلية التي عبر عنها ذات مرة سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر، أن وحدتنا الوطنية الداخلية هي أفضل وجوه الحرب ضد العدو الإسرائيلي، والتي عبر عنها سلوكا وأداء ومواقف دولة الرئيس الأخ نبي بري في أكثر من محطة وأكثر من استحقاق. وليس مبالغة القول أن من قدم أكثر من 9,000 شهيد وأكثر من 4,000 جريح من أجل حفظ وصيانة وحماية سيادة وأمن وكرامة لبنان واللبنانيين هو الحريص على وحدة اللبنانيين وعلى السلم الأهلي وعلى الاستقرار وعلى التشبث بالوحدة والتعايش بين كل اللبنانيين. علينا جميعا رغم اختلافاتنا في المقاربات السياسية، وهذا شيء مشروع، أن نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى، وأن يكون موقعنا دائما وأبدا من أجل خدمة الإنسان وصون كرامته وحقه في الحياة الفضلة، وأن لا يكون في قاموسنا ما يسيء إلى هذا الإنسان بغض النظر عن موقعه، كلاما لفظا وإصابة في المعنويات وفي الكرامات. الكل يعلم أن ليس لحركة أمل على الإطلاق أي علاقة بما حدث في الحدث أو بما حصل على الأرض، وكنا نملك من الجرأة والشجاعة والأخلاق وحس المسؤولية أن نعلن باسم دولة الرئيس الأخ نبي بري أمام كل اللبنانيين عن اعتذارنا لأي إساءة لحقت باللبنانيين على الأرض. أحسنت. وهذا كان موثقا بالصوت والصورة، وهذا فعل إيمان، واستتبع ذلك أيضا بتوجيهات وتعليمات من دولة الرئيس الأخ نبي بري إلى المسؤول المختص في قيادة حركة أمل الأخ أحمد بعلبكي والاتصال بقيادة الجيش وكل الأجهزة الأمنية أن حركة أمل لا ولن تغطي أي مخل بالأمن الذي يستهدف أمن وحياة وكرامة كل اللبنانيين بغض النظر عن طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم ومشاربهم وانتماءاتهم. واستتبع ذلك أيضا ببيان صادر عن هيئة الرئاسة في حركة أمل، وبيان آخر صادر عن المكتب السياسي في حركة أمل. نعم، لدينا الجرأة أن نعتذر من بعضنا البعض، لأن أولويتنا هي في مكان آخر. الأولوية المطلقة
هي في تدعيم أواصر الوحدة الوطنية الداخلية. الأولوية هي أن جرحنا جرح واحد، وأن همنا هم واحد، وأن دمنا دم واحد، وأن وطننا الحبيب لبنان هو وطن واحد. أحسنت. وأن أولويتنا هي مواجهة التحديات الخطيرة التي واجهها هذا البلد، والتي تأتي في طليعتها الأطماع الإسرائيلية، وليس آخرها ما ورد على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي. وحسنا فعلت القامات الرسمية الوطنية في الدولة اللبنانية لمواجهة هذه الأطماع وهذه التهديدات، لأنها تمس أمن وسيادة وكرامة لبنان وكل اللبنانيين. أيها الإخوة، أحمل إليكم من القامة الوطنية الشريفة في هذا البلد، من دولة الرئيس الأخ نبي بره، الذي كان دائما وأبدا في المواقع المتقدمة في هذا الوطن، انحيازا إلى الحوار وإلى الوحدة وإلى المحبة وإلى السلام وإلى التعايش، باقة من الحب والوفاء والمحبة والتقدير. إليكم قامة قامة، اسما اسما، وعلما علما، عسى أن نلتقي وإياكم دائما وأبدا على موائد الحق والخير والدفء والمحبة والسلام، من أجل لبنان. عشتم وعاش لبنان. نتمنى تشاركونا بهالوقفه بس. يلا رئيس. يلا ها، كما نحن يد واحده نحن قلب واحد ان شاء الله. ما حد رد، ما حد رد، ما حد رد. أنا رأيي ما ردش، رأيي ما رد، ما رد. أنا بدك تسمح لي لحظة بس. نعم. أنا تسمحوا لي بس أيضا أن أتوجه بالشكر الجزيل لسلطة الضوء والصوت، لكل الوسائل الإعلامية التي شاركتنا في يومنا المبارك هذا، منوهين ومقدرين جهود كل العاملين في الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء، راجين منهم لأن مسؤوليتهم لا تقل عن مسؤوليتنا قيد أنملة، في ضرورة أيضا التكاتف معا في تحصين وحدتنا الوطنية وعيشنا المشترك. ونحن الذين نتغنى ونحافظ ونؤكد ونحصن ونرسخ حرية التعبير وحرية صناعة الرأي العام التي تقوم به وسائل إعلامنا الوطنية على تنوعها وتعددها، نتمنى منهم جميعا أن يشاركونا هذه المسؤولية في مواجهة التحديات والمخاطر. وشكرا. نحن لم نطلب اعتذارا من الوزير جبران باسيل، ولن نقبل اعتذارا من الوزير جبران باسيل. هو يعرف ماذا يفعل، عليه أن يعتذر من اللبنانيين، كل اللبنانيين. تويت الصفحة. ماشي. يا الله. شكرا، شكرا للجميع. إذن مشاهدينا، تابعنا وإياكم هذا اللقاء
التضامني هذا اللقاء الأخوي بين الفعاليات الحزبية في منطقة الحدث لإغلاق يعني الباب حول ما حدث مؤخرا. بدي أشكر ضيفي الصحافي علي الأمين اللي غادرنا منذ قليل. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة ونهاركم سعيد.